من الدقيقه 65 لحظه احراز الهدف للدقيقه 81 تغييره احمد عاطف. احمد عاطف نزل كان اخذ كره الراجل في ظهره واتزق، كان ممكن ياخد، هي مش ضربه جزاء يعني اعتقد، بس كان ممكن ياخد ضربه جزاء واتحرك كويس جدا ما بدري يعني. ال 15 دقيقه دول خاصه ان الجيم لما فيوتشر هاجم لا بان ان هو الند بالند وقادر يوصل لمرمى اتحاد العاصمه ويشكل خطوره على مرماهم، فكنت عايزه يطمع بس بدري شويه او على الاقل يبقى عايز يتعادل بدري شويه. لكن على صعيد المباراه زي ما عمر اتكلم والله يعني اعتقد ان ده من افضل ماتشات فيوتشر في البطولات الافريقيه عامه يعني، من السنه اللي فاتت بالسنه دي جيم دفاعي ممتاز، بيقدر امتى يهاجم، بيعرف يعني محمد صادق توظيفه انه بيطلع كان بيضغط الشوط تاني كمهاجم تاني جنب مروان، بيضغط بالاثنين من قدام وبينزل عبد الكبير الوادي وبينزل عمر كمان، فتبقى 4-4-2 في الحاله الدفاعيه. ولما محمد صادق ما بيطلعش يضغط بيضغط على الراجل لاعب الارتكاز بتاعهم، فكان الفريق شكله كويس جدا في الملعب. غلطه صعبه جدا قله التركيز بتاعت لعبتنا في الماتشات اللي زي دي، يعني الكره من على حدود 18 اتحاد العاصمه، فيوتشر طالع ضغط فالراجل شال الكره بيخلص منها يعني ماشي على الارض، عدت نص الملعب كله فاضي لان غنام وباباتوندي طالعين يضغطوا، فضلت ماشيه 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 ما تخيلهاش محمد عبد السلام قامت معدين جنبه يعني، مع ان عبد السلام عمل ماتش كويس جدا على فكره يعني، الكره عدت من جنبه والراجل ما شاء الله يعني عبد الله كانوا ده سبرنت رهيب، محمد ربيعه حاول وهو الثاني حط الكره بوش رجله في البعيد فينش ممتاز يعني. لكن هم عندهم اثنين بالقسم وعبد الله كانوا ممتازين متعبين يعني صحيح. كمان وصلوا للجون اكتر من كره بصراحه، الاثنين لعيبه كويسين جدا، لكن قله التركيز، قله التركيز من محمد عبد السلام. الكره عدت لكن كنت اتمنى ان فيوتشر بس يبقى عارف ان انا اقدر اسيطر، وانت فعلا سيطرت في 10 دقايق ربع ساعه من الشوط الثاني، كان لازم يروح يحاول يبقى اجريسيف على الجون اكتر من كده. ولكن في المجمل زي ما عمر قال لسه البطوله يعني المجموعه فيها يعني، هو اعتقد الطبيعي ان اتحاد العاصمه وفيوتشر هما